بعويت انت بنتي. حط هاد الشيء كاع في الفريجيدان في الثلاجة وجعت. غادي ناكل واحدة هذا يوغورت إغريقي. راكم بزاف سألتوني على علاش نقصت المنتجات تاع يعني الحليب في الأكل تاعي. نرد عليكم في فيديو واحد آخر على خاطرش مانيش باغية الفيديو تاع اليوم يطول، خصوصا عندنا تحضيرات بزاف. فالمره الجايه ان شاء الله نقول لكم على نقص الحليب، ما قطعتوش كامل، على نقصتوش، على الفوائد، على الاضرار تاع الحليب وكل شيء. تعرفوا كل شيء غادي نقول لكم. وانا دروك ديت وحده كيما هكا باش نعطيكم افكار، ما تقولوا يعطيني الافكار تاع كي تاكلي باش تقعد عندك الرشاقه وما تسمنيش في نفس الوقت. العضله تقوى اكثر في الجسم. فانا حطيت فيها وحده ملعقه بيغ دو داموند اللي هو زبدة اللوز، مش بيغ دو كاكاوات، مش البينات باتر. وغادي نحط فيها ملعقة البولين تاع النحل. البولين هذوك الكويرات اللي النحلة تجيبهم على كرعيها من تروح على الورد، يعني هذا فخي وتحطوه في الكونجيلاتور. لقى تحطوه في الكونجيلاتور فوالا. دوك غادي نحط منه مغرف ونحط منه مغرف عسل، وهذا غادي يشبعني حتى للعشاء. غادي نكونوا محتاجين لهاد المقبله اللي هي سهله بزاف، الخبز هذا تاع التوست. يعني يستحسن ما يكونش عندكم فيه الحواشي، ما عندوش لهذوك الاطراف باش ما نبدروش ندلعوهم. يعني مستحسن يكون كي من هاك من غير هذوك الحواشي، ولا ما عندكمش يقلعوهم بالخدمي وصاي. غنكونوا محتاجين البيستو. انا قلت لكم هذا البيستو يكون تعمل بالزريعه تاع لي بينيون باز، زرعه تاع الصنوبر والبارميزون وزيت الزيتون والحبق اللي هو ريحان. بصح في هذه عاملينها دايرينها بالكاجو، لخاطرش بينيون باهين خادمينها بالكاجو، بلينوات كاجو. وغادي نكونوا محتاجين شويه حليب، نكونوا محتاجين للزينه هادو لي غران دو بافو اللي نديرو على الخبز. نلقاو الخبز بالسمسم والخبز بالبافو يتحط على الخبز عادة. وغادي للزينة نكونو محتاجين هاد البيض تاع السمك اللي يتباع منو اسود واحمر، ما عندوش معليش يحط زيتون اخضر زيتون اسود على حسب الامكانيات. ضبطت معنا الحل لحد ما تبقى كاع السمك تاعها ينزل كاع تولي رقيقة. شوفوا الفرق، خلاص نعملهم كاع ونجي نوري لكم. رويتهم كاع كيما راكم تشوفوا. نجي غير بشويه بالخدمي نقطع كل وحده على زوج. بغيتو تخلوها كبيره طويله هكاك تخلوها، انا اللي بغيتهم يكونوا صغار
وضراف باش يكونوا شابين في التقديم، فقطعوهم غير بشويه بسكينه يكون عندها الاسنان باش ما تطبز لكمش الخبز، يكون عندها اسنان هكا. ديروا الحركات على المنشار باش يقعد معكم الشكل شباب. عصاص ندي طبق نحط فيه شويه حليب، ماشي بزاف على خاطرش مانيش باغيتهم يولوا مجبجبين، وندي هادوك لي غران دو بافو تاوعي نحطهم في طبق. نجي نغطسهم في الحليب كما راكم تشوفوا، خليهمش يشربوا لي بزاف، ونعاودهم في الغران دو بافو كما راكم تشوفوا ونحطهم في طبق. فهاي طريقة سهلة بسرعة تنجمي ديريها 5 دقائق. الثانية سهلة جدا، غادي نكونوا محتاجين لحم مفروم بيون داشي، حبة بيض، وشوية معدنوس. 3 حاجات للحم غادي نديروه تاني غولي على لافون تاع لابوش كما راكم تشوفوا. وحطيت فيه كاع البهار، معدنوس وحبه بيض وقنفيليقه مثلا اللي نديروها في اللحم. انا دائما في اللحم تاعي نبغي نزيد على الحرور والملح، ندير 4 بهارات لي كاتري بيس نبغيهم بزاف الطعم تاعهم. ونكونوا محتاجين لهاد الجبنه، هاد الفرماج تاع الساندويتشات، وحده بات فيتي. بصح انا الراس السنه ان شاء الله ندير بات فيتي تكون مصنوعه في الدار، وراني حاطه الوصفه تاعها على انستغرام، سهله ديريها وانت عينيك مغمضين. غادي ندو ورق الزبده تاعنا نحطو عليه اللحم، نحاولو نشكلوه على شكل مربع، ومن بعد نستفو عليه هاد الجبنه، ستفوها كاع من الداخل، ستفو عليها هاد الفرماج. حاجه سهله جد يعني، مش غادي ما عاد لابوش المسكره الحلوه اللي تبغي تدي وقت تنجمي ديريها الصباح كي تنوضي، صافي نهار الحفله نهار راس العام لا ما راكيش دايره في حسابك باللي غادي تروحي للكوافير وعندك 100 حاجه ديريها، تنجمي ديري كاع الاكل تاعك في نهار واحد. تبداي الصباح بلابوش تحطيها تبرد باش تكذب على عرضها، مسكر هو الاول كاع الاول يبرد، ومن بعد يعني هذا والمقبله ما يدوش وقت، ما يدوش كاع وقت. دروك صاي شفتوني ستفت فيها الفرماج، بس ونجو نلفوه دروك نديروه على شكل اون بوش، نبداو نلفو غير بشويه كل خطره نضغطو بالورق، ومن بعد نقلعو الورق تاعنا شفتو، ونعاودو بالورق نلفو كما راكم تشوفو نضغطو، نعاود نقلع الورق تاعي ما نلويش فيه ما طيقش نقلعو من بعد المره، شغل نطيبو بالورقه غير ندمر كي من هاك، شوفوا غير ندمر كي من هاك. فوالا نعاود نزير، نعاود نقلع الورقه تاعي مش غادي نلويها في الاكل، نلف غير هكا ونعاود نزير، نعاود نقلع الورقه تاعي لحد الاخر. هاو كمل معايا،
هاي ضرقع هوب كيما راكم تشوفوا فيه دار والورقه ما راهيش في قلبه. نقربه لكم راه داير بالفرماج والورقه راهي غير من الفوق. دروك نجيبوه نصح مكان العمل تاعي مو بلون طرافاي سورتو كي تخدموا مع الفن لقد دائما يكون بلون طرافاي تاعكم نقي. الاحسن ما تمسحوش يديكم في ان تورشون يكون عليه دي ميكروب. دائما هذا الورق المطبخ هو احسن تمسحوا في يديكم باش تقللوا الميكروبات انتشار الميكروبات. انا طبعا كيما قلت لكم ديت عجينه مورقه جاهزه بصح احسن حاجه تكون معموله في البيت. ادخلوا على انستغرام وشوفوا الوصفه تاعي بجد سهله وما فيها زبده كتير في 10 دقائق 10 دقائق تكون عندك عجينه مورقه يا محلاها كنت عامله بيها ملفل. فانا بس باش نسهل عليكم على البنات الصغار وعلى الامهات اللي ما عندهمش الوقت. غادي تقولوا لي سرور وعلاه ما درتيش الورقه تاع العجينه ودرتي اللحم ودرتي فرماج ولويتي كلش. نقول لكم على خاطرش ما رانيش باغيه العجينه تاعي تكون ملفوفه في قلب اللحم وتقعد خضره في الطياب. راني بغيتها غير من الفوق فهمتوا. كون نديرها معاهم غادي تتلوى اوتوماتيكمون غادي تتلوى غادي تشوفوا العجينه الداخل العجينه اش طيبها لي انايا في الكوشه. من بعد دروك نحط اللحم تاعي غير بشويه كيما راكم تشوفوا نحطو هنايا راه عنده شكل تاع لافيش انتي اوكي. ونحاولوا نلفوا عليه العجينه الطريقه اللي انت كي باغيتها. باغي ديري غير سامبل وتزوقي عليه راكي باغي ديري هذوك اللي تفتحي على الاطراف. وخلينا نديرو هذه ما كنتش دايرتها في حسابي خلينا نديروها غادي تجي احسن. يلا ندي السكين تاعي غادي نقطع منها شويه على خاطرش مدوره بزاف وانا اللي باغي حاجه جايه في الطول مستطيل على شكل اللحم. ما نرموهمش هذوب لكن نبغي نزوق بهم اوكي. نخليه من هنايا شويه عريض وغادي نجي ندير فتحات دي زونتاي على الجنب باش نجو ندفروهم. ما كنتش دايره في حسابي غادي نديرها كي من هكا كنت غادي نديرها لويها عادي وكنت غادي نجي ندير عليها وردات ورقات اي حاجه تجي في راسي. فوالا كي درت كي قطعته بالخدمي ودروك غادي نجيبو هادو غير بشويه. هي ما نبغيهاش اللي تكون مشريه برا بس تكون رقيقه ما نبغيهاش. هادو غادو نجيو نديرو كي من هكا نخالفوهم باش ديري تفيره شابه. انا نهار راس العام طبعا دروك راكم عارفين باللي راني نصور لكم قبل راس العام غادي ندير بزوج يدين خير باش ندير خدمه نقيه. غادي ندير ان شاء الله عجينه تاع البيت باش تكون احسن احسن في الطعم وفي الشكل تكون مرقه. ها هي لا لابوش تاع اللحم تاعنا نتوما حاولوا تسكموها بيان. درتها هنا شويه مقلقه غير اجل الفيديو فوالا. دوك نديروا عليها شويه بيض من فوق او الحليب لحظه يعني لبن بودره ما بين 150 و 180. انا غادي نديرها في 150 في الاول نخليها تطيب في القلب ومن بعد نزيد لها شويه 180 باش تتحمر. سهله فيها زوج حبات بيض ثلاث مغارف سكر ثلاث مغارف سكر فقط. محتاجين فيها 250 غرام ماسكربون. ماسكربون هاد الجبنه الايطاليه
اللي ما عندوش الله غالب في البلد تاعو ماسكربون ما لقاهاش، هي المفروض موجوده بصح اللي ما لقاهاش معليش يعوضها بفرماش على الفيلادلفيا، راه موجود في اي مكان. بس هي المفروض علبه من دي 250 غرام، دونك عيد المقادير 250 غرام ماسكربون، زوج حبات بيض، ثلث مغارف سكر، ونحتاجو هذا البسكوي على كويير، هذا البسكوت اللي يكون طويل ويكون يتفتت. طبعا تدو العادي، انا كان عندي هذا الخوخي نبغي فكنت شارياته، بصح عاده لما بنكون باغي ندير الحلويات نشري اللي بسيط عليه يكون ارخص منه. فنكونوا محتاجين بسكوي على كويير. هذا الكاطو هذا ما نسحقوا فيه، سهل جدا. للزينه غادي نكونوا محتاجين الشوكولاته بيضاء، هذه للزينه. دروك القالب تاعنا اللي عندها القالب تاع لابوش حاجه هايله، اللي ما عندهاش سيستم دي ماكايفر تاخذوا العلب تاع برينجلز وتقدبوا تقسموا كي من هاك، تقلعوا منهم طرف كيما راكم تشوفوا بالكوتير بلا ما تقطعوا بلا ما تجرحوا يديكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هاي القبسه عندي واحتفظت بالبلاعة تاعها راكم تشوفوا. هذه غادي نستعملوها، نزيد عليها هنايا طرف سكوتش باش الكريمه تاعتي اللي غادي نوجدها ما تخرج. هكا نعاود ندير عليها هنايا شويه سكوتش. انا درتها العام اللي فات انستغرام، بصح العام اللي فات كانوا لي بيش تاوعي صعاب بزاف. نقول لكم العام اللي فات السنه اللي فاتت درت تنين زوج تاع لي بيش، بصح كانوا صعاب يعني فيهم خدمه بزاف. كون باغيين تشوفوهم روحوا شوفوا في انستغرام، صورت مرحله بمرحله، درت فيها ناسير دو فروي، في قلبها درت قلب تاع فراوله بصح كنت صنعاته من قبل، خذت مني وقت كثير يعني. وغادي نحتاجو قطعه بلاستيكيه، انا اخذت كيس بلاستيكي باش ندخلو في وسطو، ندخلو في وسطو هكا كما راكم تشوفوا، ونجي نقطعو هنايا، نقطعو هنا بالمقص ونخلي له غير زوج يدين باينين. غادي نوري لكم باش تشوفوا باش يدخل بيا، وندير فيه غادي نحط فيه لاكريم تاعي بالماسكربون والبسكوت، ومين تتجمد في المجمد نقلع الغطاء ونجر بشويه بلاستيك، نجرب البلاستيك باش تخرج معايا ونخرجوا البيش تاعنا. قلت لكم وصفه ما رانيش باغيكم تكون تكسروا راسكم وتجيكم صعيبه، غادي نفرقوا ما بين البياض الصفار في نفس الوقت نتاكد من البيض تاعي مليح. فوالا نحط الصفار في وحده، نزيد الصفار الثاني. فوالا تاكد بلي البيض تاعي نقي، نحط البياض في الثاني. لحد هاد المرحلة وكل شيء سهل، واحدة درت فيها زوج صفار وواحدة فيها زوج بياض. نبدأ البياض غادي نخلوه غادي نطلعوه بالباتر، نخلوه دو كوتي. هاد الصفار نحطو فيها ثلث مغارف سكر، واحدة زوج ثلاثة، هذا مكان، وتجي تحطو فيها القبسة تاع الماسكربون كاملة. لا فيها شوية ماء، شوف تجي فيها شوية ماء ما فيهاش الماء. فوالا نحطوها كامله، دروك نخلط الماسكربون. الماسكربون يعني هنايا عندي صفر البيض، مين صفر بيض، ثلاث ملاعق سكر، وحده علبه كامله 250 ماسكربون، ها هو مليح تخلط معايا. نزيد عليه شويه لافاني ونخليه في الثلاجه، ونجو نطلعو بياض البيض تاعنا هادو غير جوج حبات. Thank you.
نخلطوا هادو الزوج مع بعض من غير ما نكسروا هذاك البياض البيض. اصلا الكريمه راهي تقيله معانا. كنت غادي نديرها تيراميسو في دي فيغين، كنت غادي نزيد فيها البيض باش تجي خفيفه، بصح مين اون بوش قللت البيض باش تجي معايا الكريمه ماسكه وثقيله من غير ما نزيدو فيها جيلاتين ولا اغار اغار. من تحت لفوق نجيبو من تحت لفوق من هاك، حاولوا ما نكسروش هذاك بياض البيض وندمجوه مع داك الصفار والماسكربون وكنت مغارف سكر. نكمل كلش ونوري لكم في الاخر. والمول تاعنا راه واجد، والقهوه تاعنا راهي تبرد. نبداو نحطو الطبقة الأولى، نحط هذاك البسكوت تاعي في القهوة بسرعة، مش باغية يتفتت معايا، ونستفو. كيما راكم تشوفو حطيت الطبقة الأولى هاي تحت لاكوش، وحطيت عليه هاد البسكوي، ونزيدي نحط ثاني مره واحده اخرى، نحط الكريم عليه ثاني طبقه ثانيه. نكمل يعني اللي عندي هذا، نحاول نديه في كل الجوانب تاع القالب باش يكون في كريمة في كل مكان. بعد ما حطيت الطبقة التانية تاع الكريم نكمل نحط البسكوت تاعي في القهوة بسرعة باش ما يتفتتش مني، ونعاود نستفو ونحطها في الكونجيلاتور. خرجت لابوش تاعي من الكونجيلاتور، صحيح راهي مسكت. نجيو نديرو زينة كيما هكاك. غادي ندير انا باربع الوان، خاصني بقيت نديرها بفواكه بالحمضيات، خاصني غير البومبلوموس الغوز، بصح نورمالمون معليش نديرها بالبرتقال واللي عندي، بصح نتوما لا بغيتو ديروها بالحمضيات خلو عندكم، يكون عندكم البرتقال، الليمون الاصفر، الليمون الاخضر، والبومبلوموس. نبداو بسم الله نديرو هادي، نديرو السكوتش، السكوتش اللي لصقتو مانيش عارفه كاع البديه تاعو منين. فوالا بسم الله، نحاول هنا نحمي بيدي، فوالا كما راكم تشوفوا نحمي هكا باش تديكولا شويه باسكو كانت في الكونجيلاتور. وعندي هذا البلاستيك غادي يعاونني باش نهزها باش نحركها، ما تلصقليش في القالب. فنديروا الحاجه غير بالطبع وغير بشويه، سي نورمال. هاد لاباتيسري تبغي واحد يكون نطول بالو شويه، ولكن ما كم تشوفوا كون ما حطيتش بلاستيك ما عندكش نجبدها بالبلاستيك. هاي بالبلاستيك وعاد نجبد فيها، غير شويه بسم الله، ونجي نحطها نقلبها على هاد الشبكه تاعي، ونقلعوا هذا البلاستيك اللي كان معاونا غير باش تجلسينا في المول. نحاول نقلعوا غير بشويه باسكو يكون لاصق في الجوانب، فوالا. نمسح يدي، وهيا لا بوش تاعنا. الحجم تاع لابوش تكون كيما هكا، حتى عند الخبازين اللي يسمعوا الحلويات تكون هذا هو الحجم تاعها وهذا الشكل تاعها. ومن بعد نديروا عليها الزواق تاعنا راكم باغيين، بغيتوا ديروا عليها شوكولا بلون، بغيتوا ديروا عليها ان غلاساج بغيون. انا العام اللي فات درت غلاساج بغيون بالكراميل، جاي هبل راه في انستغرام، ودرت عليهم دي نوازيت حبات بندق. انا السنة بغيت نبدل معاكم دونك فهموني مليح، غادي نشرح لكم حاجه. انا باش نوري لكم غادي ندير فكرتين، غادي ندير وحده بالكاكاو كحل، نص بالكاكاو كحل ونص بالشوكولاته بيضاء، غير باش نوري لكم الفكرتين
لاخاطش مابقاش عندي الوقت ندير دو بوش داكوغ. صافي نتوما كي بغيتو ديرو هذا الزواق تاعي الابيض في كاع وحده كامله، ولا بغيتو ديرو الزواق هذا اللي غادي نديرو ساهل اللي ما عندهاش الوقت وما عندهاش الخاطر ولا باسيونس باش دير الزواق، ديرو بالكاكاو كما غادي نوريه في هذا النص، وندير عليه دي بتي صابا هكا تاع شوكولا، ولا اللي عندك نجمات ولا كي تبغي انت كيما بغيتي، بغيتي ديريها شوكولا بلون، بغيتي ديريها مورينغ، بغيتي ديريها نواد كوكو. المهم انا غادي ندير لكم فكره نص هنا ونص هنا، بصح نتوما ديروا الفكره اللي عجبتكم في وحده كامله.